هناك مسؤول أخطأ، مش إسلام اللي بيقول، ولكن هناك مسؤول أخطأ خطأ جسيم أدى لخسارة النادي الأهلي أو لخسارة فريق مصري، بلاش النادي الأهلي، أدى لخسارة فريق مصري فرصة ولو 50% إن هو يفوز ببطولة تضاف إلى رصيد البطولات في مصر، بطولة قارية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تكلم منذ كم يوم، وكان الكلام أيضا من خلال السيد الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قال أو اتقال إن مصر مستعدة لاستقبال كافة الأحداث الرياضية الكبيرة. من ضمن هذه الأحداث الرياضية الكبيرة اللي كان من الممكن أن تلقي الضوء على البنية التحتية الرياضية في مصر هو نهائي دوري أبطال إفريقيا، اللي تم إخفاء الجواب اللي فيه، اللي وصل من الاتحاد الإفريقي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن تم إخفاؤه وتم كشط وشطب السطر اللي فيه أنه من الممكن أن يتم تنظيم نهائي دوري الأبطال من خلال مصر. اتشال ده خالص كيدا في الأهلي وفي النادي الأهلي. فتخيل حضرتك، ده مش كلام إسلام، مش كلامي أنا خالص، ولكن ده اللي حصل، ودي هذه الحقيقة، وهذه الحقيقة التي أقرتها إيه؟ لجنة الشفافية اللي عينها مين؟ وزير الشباب والرياضة، أو متعينة من وزارة الشباب والرياضة، وأقرت بخطأ أو بأقرت بأخطاء في أو مسؤولية المدير التنفيذي أو الإدارة التنفيذية على هذا الأمر. وعدى يوم واثنين وثلاثة وشهر واثنين وثلاثة، وحتى هذه اللحظة لم يتغير أي شيء، ولكن سبحان الله لا زالت الأخطاء القاتلة، لا زالت الأخطاء الكبيرة، لا زالت الأخطاء اللي تودي في داهية، هي عنوان غيبوبة إدارة اتحاد كرة القدم. لأن مفيش حد بيحاسب حد. ما هو لو حضرتك كنت حاسبت، أنا بتكلم على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد اللي اتقال من أحد المسؤولين التنفيذيين اللي موجودين في الاتحاد، اتقال دول لسه نايمين. أيوة لسه نايمين الحقيقة، يعني بعد كل هذه الأخطاء الواضحة أمام الجميع، هذه الأخطاء الواضحة أمام الجميع، خطأ أدى إلى خسارة نادي مصري، إلى تنظيم. إحنا كان ممكن نخسر النهائي برضو على فكرة، لو بتتلعب في مصر ما كان ممكن تخسره، وبتلعب الوداد برضو ممكن تخسره، ما فيش مشكلة، ساعتها ما كانش هيبقى فيه مشكلة. ولكن التقاعس عن ان انت تطلع الجواب من الدرج او مهام العمل، هو ده الاساس في الموضوع. احنا في مصر الجديدة الان يجب ان يتم محاسبة المسؤول. اللي حصل خلال الايام السابقة لمجاملة هذا المسؤول لاحد الاندية على حساب ال 17 نادي الاخرين، انا هنا ما بتكلمش باسماء اندية لانه مش فارق معايا اسماء الاندية، انا اللي فارق معايا ما يحدث امام الجميع والعيون كده مفنجلة ولم يحدث شيء. ده يعني اقول ايه بس، ده لم يتم اتخاذ قرار حتى هذه اللحظة، على الرغم من كان يبقى الاستاذ جمال علام، وهو رجل رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رجل محترم بالمناسبة جدا جدا، انا ما بتكلمش، كلهم اشخاص محترمة وعلى دماغي ما عنديش مشكلة، ولكن قد اختلف معاهم في اداء. الاستاذ جمال علام يقدر ياخد قرار اوقف الفلان الفلاني ده السبب في المأساة الإدارية اللي بيعيشها الاتحاد، أو الغيبوبة الإدارية اللي بيعيشها الاتحاد المصري لكرة القدم، ومش عارفين ليه. أنا مش عارف ليه. في أحد المداخلات اللي طلعها الأستاذ جمال علام، ومش أحد المداخلات، هي مداخلة شهيرة مع الأستاذ، مع الإعلام الكبير الأستاذ أحمد موسى، قال إيه؟ انتوا عارفين ان انا بحاسب اي حد، وان انا راجل صعيدي وهحاسب، طيب واللي هيغلط هيتحاسب. لم يتم حساب المخطئ حتى الان يا استاذ جمال، لم يتم حساب المخطئ حتى الان. ف
في الموضوع الأولاني وفي الموضوع الثاني. الموضوع الثاني ده بقى قصة كبيرة، وكل يوم بنعرف موضوع جديد، وكل يوم بنعرف قصص جديدة في هذا الأمر. كواليس هم مش متخيلين ان انا بعرف الحاجات دي، ده كلام بالنص بنعرفه وبنقوله، وما فيش حد بيطلع يقول لك مثلا ده اسلام بيقول حاجه غلط او بيقولوا حاجه، لا لا، لانها كلها امور صحيحه. وبالمناسبه وللمره المليون عشان تعرفوا بس حضراتكم الفارق الكبير ما بين النادي الاهلي واعلامه وقناته وما بين اي حد تاني، من حق كل حد انا بجيب اسمه أن يظهر على شاشة القناة، شاشة قناة النادي الأهلي معايا أو مع غيري، في أحسن من كده؟ من حقه أن يظهر معايا أو مع غيري ويقول ويرد على كل هذه الأمور. لو مش عايز يرد أو يطلع ممكن جدا يكلمني في التليفون وما عنديش مشكلة، يعني أنا برد على كل الناس وكل، وأنا ما عنديش أغراض شخصية، يعني أنا مش عايز أشتغل في الاتحاد مثلا علشان وبالمناسبة أنا ممكن أقول لحضراتكم حاجة لكن هي مش وقتها دلوقتي، بعدين هبقولها لحضراتكم بعدين. فاللي بقوله أنه يجب أن يتم حساب المخطئ، مهما كان الاسم المخطئ يجب أن يتم حسابه. أخطأت المرة الأولانية ترمخت، طب المرة الثانية؟ هل مجاملة أحد الأندية على حساب ال 17 نادي اللي موجودين هو أمر طبيعي؟ مهما كان اسم النادي، يعني لو النادي ده كان نادي من غير الزمالك يعني كان اسم تاني كنت هقول هذا الكلام، لانه اللي بيحصل ده انا بتكلم في مبدا، ما بتكلمش في حاجه تاني، ما بتكلمش على اشخاص ولا فرق ولا الكلام ده، ولكن انا بقول لحضرتك وانا بتكلم هذا الكلام من داخل قناه النادي الاهلي علشان تعرف الفارق ما بين النادي الاهلي واعلام او اعلام النادي الاهلي وما بين اي حد تاني. انا بفتح المجال امام الجميع، اللي عايز حق الرد مكفول لأي اسم أنا بجيبه، عايز تطلع أكتر مني ساعة ما عنديش مشكلة، لكن تيجي ضيف وتيجي ضيف طبعا وتوضح ما عنديش أي مشكلة. تخيل، هو ده اللي أنا اتعلمته داخل النادي الأهلي، هو ده اللي أنا اتعلمته في كل الأندية اللي أنا لعبت فيها، وهذه هي وهذا هو ميثاق الإعلام أو ميثاق شرف الإعلام. بالمناسبة المفروض يحصل في كل حتة، فأنا بقول لأ أهو لكل الأسماء اللي أنا هجيبها كمان، لأن أنا عندي، هو أنا ليه بدأت البداية دي؟ لأن أنا عندي النهاردة كواليس كتيرة جدا، وأحكي لحضراتكم أنا كنت بستغرب وأنا بتكلم هذه الأمور. أحكي لحضراتكم ما يدور في الكواليس داخل جدران اتحاد كرة القدم. وبالمناسبة كلهم أصدقائي، قبل بس ما أكمل، كلهم أصدقائي وكلهم إخواتي. ولكن صدقوني أنا ما بسألش ولا واحد فيهم. استاذ جمال علام، استاذ خالد الدرندلي، الاستاذ حازم امام، الكابتن حازم امام، الكابتن محمد بركات اللي هو حلمي مشهور، استاذ عامر حسين، استاذ محمد ابو الوفا، الاستاذه دينا الرفاعي، الاستاذ الدكتور ايهاب الكومي، كل الناس دي اصدقاء قريبين جدا. طبعا بركات الكل يعلم وحازم الكل يعلم علاقتي بيهم عامله ازاي، لكن انا عمري ما بستخدم حد فيهم كمصدر، بس عشان اقفل الموضوع ده لان ابتدت الامور تروح في اتجاهات، لكن هذا الامر غير صحيح. ما بسالش، انا عندي ناس فريق اعداد كامل عندهم مصادرهم وانا عندي مصادري. طيب، اتحاد كره القدم الحالي من وجهه نظري هو ليس في افضل حالاته. امبارح انا اتكلمت وقلت ان في اخطاء اداريه كارثيه، ده بعد طبعا الجوابات والخطابات وال، تخيل حضرتك، طب هو انا عرفت منين مثلا انا بقى اللي عرفت دي، انا عرفت منين مثلا انه تم ان هناك خطابين اتبعتوا لاتنين لعيبه؟ انا عرفت من مصدر، من مصدر الموضوع، ان في خطابات لاتنين لعيبه اتبعتت لانديه غير اللي هم فيها، الانديه السابقه مش الحاليه. ومش انا اللي عرفت بالمناسبه، هم طلعوا قالوا، لعيب الناس طلعت قالت. ولكن ايه اللي حصل بعد كده؟ وده اللي هتكلم فيه مع حضراتكم النهارده. حد بعت جواب، انا بلعب في النادي الاهلي فاتبعت جواب للنادي اكس ان اسلام احنا عايزينه في المنتخب، وانا بلعب في الاهلي. هو انا كنت بلعب في حرس الحدود لكن بلعب في الاهلي دلوقتي مثلا يعني.
فقال لك إيه؟ هناك تبادل اتهامات وهناك محاولة للهروب من هذه الأزمة من جانب الثنائي. أنا بقول لحضراتكم بالأسماء، واللي عايز يرد مرة تانية على الهواء مباشرة يتفضل ويرد. الأستاذ محمد أو الكابتن محمد خالد غرابة المدير الإداري للمنتخب، والأستاذ وليد العطار. مين؟ أيوه الأستاذ وليد العطار، هو المدير التنفيذي لاتحاد الكرة. هو لسه الأستاذ وليد العطار مدير التنفيذي؟ أيوه يا فندم لسه. أخطأ الخطأ الأول وأخطأ الخطأ الثاني وما زال مديرا تنفيذيا للاتحاد المصري، الاتحاد المصري لكرة القدم. هذا الثنائي يحاول كل واحد فيهم أن يغسل إيده من اللي بيحصل من هذه الأزمة تحديدا. ليه؟ لأنه كل واحد عنده اللي بيحميه داخل من الأعضاء، يعني من أعضاء المجلس. كل واحد فيهم بقى مين الأقوى؟ كل واحد بيقول مش مسؤوليتي. غرابة بيقول، كابتن خالد غرابة بيقول، أو أستاذ خالد غرابة يعني بيقول أن الأستاذ وليد العطار هو اللي أرسل الخطابات بشكل خاطئ. والأستاذ وليد العطار بيقول أنا ماليش دعوة، ما أنا دوري تنفيذي، الخطاب بيجيلي ببعتها. زي ما الأستاذ غرابة قال أنا دوري تنفيذي ليس لي علاقة بأي شيء آخر. ده كلام الأستاذ خالد غرابة والأستاذ وليد العطار. طبعا يعني زي ما قلت لحضراتكم، لأنه أنا كنت هبدأ هو من الأعضاء، وهناك أعضاء مؤثرين وأعضاء نص مؤثرين وأعضاء، يعني زي ما حضراتكم عارفين أعضاء مجلس الإدارة. يعني من الأعضاء بيحمي الأستاذ وليد العطار؟ من الأعضاء بيحمي الأستاذ خالد غرابة؟ كلاهما أخطأ أخطاء جسيمة. أنا على الأقل الأستاذ وليد، أنا بتكلم عن الحقيقة بالمناسبة، الأستاذ وليد العطار ليس لي معه أي موقف شخصي، بالعكس رجل في منتهى، لما تيجي تتكلم معاه في التليفون يعني قبل كده رجل محترم وبيرد على التليفون، ما عندوش أي مشكلة وبيتكلم وبيقول وبيحكي وما عندوش مشكلة. ما عرفش الحقيقة هو اللي بيحصل ده، لكن في الشغل، أنا بتكلم في المهنة، في الدور اللي بيقوم بيه. فالمهم يعني ده طبعا تسبب في زيادة حالة الانقسامات ما بين أنصار الأستاذ محمد خالد غرابة ومؤيدي غرابة داخل الجبلية، معروفين للجميع وبالاسم. أنا مش هقول الأسماء دلوقتي، لكن بعد كده هقول. وكذلك مؤيدي أنصار الأستاذ وليد العطار، وبرضو معروفين ومعروفين بالاسم داخل المجلس. هنا بقى أن هناك بيكشف لينا يعني أن هناك شلالية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم. الجميع ليس على قلب رجل واحد.